أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سلامتكم بتهمنا. حلقتنا لليوم رح تتحدث عن المرأة. المرأة هي الزوجة، الأخت، البنت، الأم. فما دور المرأة في حماية المجتمع وكيف تساعد في خلق جيل واعي يساعد في حماية هذا المجتمع؟ دعونا نرحب بالنقيب ميسون قادري، مدير دائرة المصاعد في الدفاع المدني. أهلا وسهلا بك سيادة النقيب. سيادة النقيب، نتحدث عن المرأة، كيف تلعب المرأة دور مهم في المجتمع وهذا الدور يساهم في الحماية المدنية في المجتمع؟ نظرا للاهتمام الشديد الذي توليه قيادة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني للمرأة ودورها الفاعل في تنمية المجتمع، فقد تم دمج عدد كبير من النساء للعمل في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، والذي ألقي على عاتقهم الكثير من الواجبات والمهام، منها الإدارية والفنية والإنسانية. وتعمل كادرات الدفاع المدني على إبراز وتعزيز دور المرأة في المجالات المختلفة لعمل الدفاع المدني، وذلك من خلال المساهمة في إعداد جيل جديد من العناصر النسائية من ذوات الكفاءات المهنية العالية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي حول دور المرأة الفلسطينية العاملة في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بشكل خاص ودور المرأة العاملة بشكل عام. لو تحدثنا كيف ينعكس دور المرأة في الدفاع المدني، أنت تحدثت عن مجموعة من النساء في الدفاع المدني، كيف ينعكس هذا الدور على الحماية المدنية في المجتمع؟ طبعا إن للمرأة دورا هاما وحيويا في جهاز الدفاع المدني، إذ أن المرأة بطبعها تميل إلى المساعدة وتقديم العون بالنظر إلى طبيعتها وعاطفتها، وهذا ما يلاحظ في غالبية الأعمال الاجتماعية التي تقوم بها، حيث تنجح في التوجيه، الإرشاد، الوعي، الرعاية، وتعد من أبرز دعامات تنمية وتطور المجتمعات ورقيها. كيف يكون هذا الدور؟ لو تحدثنا عن المرأة في المنزل، المرأة التي في المنزل، كيف يمكن أن تكون تساعد من خلال تدريب الأطفال، نقل التربية الصحيحة للأطفال؟ طبعا تعد مهمة تربية وإعداد جيل متوازن ناجح ونافع لنفسه ومجتمعه تحديا كبيرا يواجه كل أسرة، وخاصة في ظل وجود عدة مؤثرات خارجية لا يمكن للأهل التحكم بها، تؤثر بصورة أو بأخرى على شخصيته وخلفية هذا الجيل. فإحدى أهم الجوانب التي ترغب كل أم في زرعها في طفلها سواء كان صبي أو فتاة هي تربيته على أن يكون صاحب شخصية قيادية في مجتمعه. فالعمل على إعداد جيل يثق بقائد، يثق بنفسه ويتحدى العقبات التي تعترض طريق أمته، هدف ضروري في تربية النشأ القادم. وزرع تلك الصفة القيادية فيهم تكسبهم القدرة على الثبات والصراع وامتلاك المؤهلات الضرورية للحفاظ على هوية الأمة ورقيها. نحن تحدثنا في بداية الحلقة عن المرأة في الدفاع المدني، أنت تحدثت عن دور المرأة، ما هي المناصب أو المسميات التي بحوزة المرأة التي تكون لدى المرأة في الدفاع المدني؟ المناصب التي تحصلت عليها، أول شيء يجب القول أن معظم المنتسبات لجهاز الدفاع المدني ذوات درجة، حاصلات على درجة البكالوريوس، ومعظمهن من حملة شهادة الهندسة مختلف مجالات الهندسة التخصصات. طبعا للقيام بدراسة المخططات الهندسية لمختلف المنشآت والقيام بالجولات الميدانية لمتابعة وتنفيذ إجراءات السلامة العامة. وطبعا تحصلت على مناصب عدة من بينها مديرة السلامة العامة في المحافظات، مديرة مصاعد، مدير التخطيط، يعملنا في الإدارة، في الكوارث، في العلاقات العامة، يعني في معظم إدارات الدفاع المدني. لو تحدثنا عن الصعوبة التي تواجه المرأة، لا سيما عندما تكون المرأة هي مديرة إدارة في الدفاع المدني كما أنت مديرة إدارة حاليا، هل هناك صعوبات معينة تواجهها من المجتمع أو من العمل نفسه؟ طبعا كوني أعمل مديرة لأحد دوائر إدارة السلامة العامة، فمن خلال طبعا المتابعة والفحص المستمر والمبادرة لتطوير هذه الدائرة، فهذا طبعا ينعكس إيجابا على الأداء وعلى إدارة السلامة العامة وحماية طبعا أبناء شعبنا من أي مخاطر. كمديرة لقسم السلامة، لقسم المصاعد أو لدائرة المصاعد في الدفاع المدني، كيف ترين دورك بالمساهمة في حماية المجتمع وتعميم تجربة الوقاية والسلامة؟
طبعا من خلال متابعة والفحص المستمر ومحاولة تطوير هذه الدائرة. طبعا مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل وإياكم نشاهد هذا الريبورتاج الخاص بالمرأة وما دور المرأة في المجتمع. سيادة النقيب، شاهدنا في هذا الريبورتاج المرأة كانت تنفذ إخلاء، المرأة كانت تنفذ إسعاف، يعني في معظم المجالات التي تخص الحماية كان دور ملموس للمرأة كمتطوعة في الدفاع المدني وكعاملة في الدفاع المدني. لو تحدثنا عن أنت كمرأة، كيف يؤثر عملك في الدفاع المدني على البيئة المنزلية لديك؟ هل هناك نوع خاص تخافين على أطفالك بصفة أكثر، أو تكون معلومات أنت تنقل معلومات أكثر لأطفالك؟ طبعا من خلال الروبورتاج الذي شفناه قبل شوي يدل على أن المرأة قادرة على القيام بأي عمل وأي مهمة في أي وقت، ممكن تكون قادرة طبعا في أي وقت على القيام بالإنقاذ بالإسعاف الأولي. طبعا هذا كله يرجع للتدريبات التي تتلقاها، الثقافة التي تنشر حول طبعا للمجتمع حول السلامة العامة، تنمية هذه القدرات، التواصل وتبادل الخبرات بين النساء، هذا كله يساعد في خلق البيئة الواعية، خلق بيئة واعية ونشر ثقافة الوعي والحماية المدنية. لو تحدثنا كامرأة في الدفاع المدني، امرأة في الدفاع المدني، كيف تعكس هذه الامرأة الحماية المدنية على بيتها وعلى المجتمع القريب منها، الجيران؟ طبعا تصبح خاصة المرأة العاملة في الدفاع المدني أكثر حرصا من غيرها،
من خلال طبعا التدريبات التي تلقتها، من خلال الوعي، فتصبح طبعا تنقل هذا الشيء لأبنائها، لجيرانها، من خلال طبعا نشر هذه الثقافة السلامة المنزلية، إنه ديروا بالكم مثلا من الغاز، من الكهرباء، من بعض التصرفات الخاطئة الخاطئة التي التي يجدها تقوم الكثيرون. بها. كيف تستطيع ربة المنزل، هون تحدثنا عن الإمرأة في الدفاع المدني، ربة المنزل التي تشاهدنا الآن كيف تستطيع أن تكون عنصر مهم في خلق الجيل السليم، لا سيما أنها هي من يشرف على الأطفال في معظم الوقت أكثر من الأب؟ طبعا لخلق جيل سليم متوازن وناجح ليفيد نفسه ومجتمعه، يعتبر هذا طبعا تحدي كبير. وأي أم ترغب في غرس وزرع في طفلها أن يكون ذو شخصية قيادية، يعتمد على نفسه ويثق في نفسه. طبعا هنا كربة منزل من خلال العلاقة اليومية مع الأطفال أنها أكثر من الأب، يمكن من خلال بعض الرسائل الإرشادية المتمثلة في التوعية. لكن قبل الانتقال إلى باقي أسئلة الحلقة، دعينا نشاهد هذا الفاصل ونعود وإياكم إلى إكمال الحلقة. للتخفيف من حرائق الأعشاب يهيب الدفاع المدني الفلسطيني بالأخوة المواطنين الأخذ بعين الاعتبار الإرشادات التالية: التخلص من الأعشاب بواسطة الرش بالمبيدات أو جمعها في مكان بعيد آمن، عدم إشعال النيران بالأعشاب بهدف التخلص منها، عدم رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية. في الرحلات التأكد من إخماد النيران قبل مغادرة الموقع، المحافظة على الأرض من خلال الاهتمام بها وتنظيفها بالطرق السليمة، الاتصال في حالات الطوارئ على الرقم المجاني 102. دائما نتمنى السلامة للجميع. والآن نعود لإكمال الحلقات وأسئلة هذه الحلقة من دور المرأة في حماية المجتمع، الحماية المدنية. تحدثنا قبل الفاصل عن دور ربة المنزل، هنا دعينا نتحدث عن دور الموظفة، في هناك نساء موظفات كثيرات، كيف المرأة العاملة وكمثال أنت كيف توازن بين العمل وبين المنزل، وكيف يخدم هذا العمل وهذه الموازنة للحماية المدنية؟ لا شك أن عمل المرأة فيه نوع من النضال والتحدي والجهاد، حيث أنها مطالبة بالقيام بجهود مضاعفة للقيام بواجبات المنزل، وطبعا مقسمة بين احتياجات المنزل والزوج والأبناء، وهذا يتطلب أن يكون هناك طبعا تعاون من قبل الزوج وتنظيم للوقت للقيام بهذه الواجبات. لو تحدثنا، هناك عدد من النساء في الدفاع المدني، ما هو سر الدفاع المدني وحاجته لهؤلاء النساء في العمل داخل هذا الجهاز؟ طبعا كما قلنا أنه المرأة لها دور كبير، وجهاز الدفاع المدني أعطى المرأة أهمية أهمية ولها مهام طبعا وواجبات مختلفة لدعم طبعا دور الدفاع المدني، وهناك أهمية قصوى طبعا في من خلال حكينا ان معظمهم مهندسات، هذا لمطابقه اجراءات هنا السلامه العامه. دعيني اتدخل هنا، هل يقتصر دور موظفات الدفاع المدني ان تكون مهندسه لا فقط، مهندسات؟ لا طبعا قبل هناك غير وظائف وإدارات ومسميات أخرى غير أخرى تحتاج المهندسات. إلها طبعا غير مهندسات، هناك إداريات، هناك عدد، ولكنهم معظمهم حاملة درجة البكالوريوس. هل هناك دور ملموس للمرأة في الدفاع المدني في الإنقاذ، أم أنه ليس يقتصر على الرجل فقط؟ لحد الآن يقتصر على الرجل فقط. صحيح، ودائما مهما كان دور المرأة يكون دور فعال في المجتمع. دعونا نشاهد هذا الريبورتاج الآخر عن دور المرأة في المجتمع. Thank you.
بعد مشاهدة هذا الريبورتاج كان هناك المرأة هي من تطفئ الحريق، المرأة دور بارز وملموس، ومنهم من كان قد تدرب من قبل طواقم الدفاع المدني. هل المرأة في الدفاع المدني تعمل على إعطاء دورات تدريبية وتثقيفية في هذا الجانب؟ هناك طبعا هذا الجانب في جهاز الدفاع المدني، من كوادر النساء العاملات في جهاز الدفاع المدني يعطينا تدريبات ويقومنا بتوعية النساء ربات البيوت، كيفية إطفاء الحريق، كيفية التصرف في حين حدوث مثلا حريق، الاتصال بجهاز الدفاع المدني، إبعاد الأطفال عن مكان الحريق لكي لا يحدث لهم اختناق. ممكن إذا لديها جهاز إطفاء الحريق مثلا CO2 أو أنواع أخرى من الإطفاء تطفئ ممكن بإمكانها الحريق لحين وصول طواقم الدفاع المدني. طبعا لاحظنا من صحيح، بس هناك مقاطعة، المرأة في معظم الحوادث خاصة حوادث المنازل كالحرائق وغير ذلك من حوادث أخرى تكون المرأة هي العنصر الأول في المنزل، هي في المنزل ويحدث الحريق وهي في المنزل، كيف هو التصرف الصحيح في هذه الحالة لدى المرأة حتى لا تتفاقم الأمور وحتى لا تتعرض هي ومن هم موجودون داخل المنزل إلى الخطر؟ زي طبعا أول شيء هي الاتصال في جهاز الدفاع المدني لكي تسرع طواقم الدفاع المدني لعملية الإنقاذ وإطفاء الحريق، وثانيا تقوم بإخلاء المنزل طبعا هي وأطفالها لحين قدوم طواقم الدفاع المدني. صحيح. لعملية إطفاء الحريق. كيف تكون المرأة، كيف تكون تجعل أطفالها قريبين منها، الانتباه لأطفالها بالاستمرار في هذا الجانب، ما هي النصائح للمرأة حتى يكون الطفل لا يعرض نفسه للخطر؟ يجب مراقبة الطفل، توعيته، تثقيفه، الحديث معه في طبعا أسباب الحريق، الأشياء البسيطة اللي ممكن أن يقوم بها في المنزل، توعيته مثلا إذا لاحظت أنه يقوم بعمل ما، اللعب بالكهرباء في الأسلاك مثلا، في شواحن النيون، أي شيء، فتحاول أن توعيه، تعطيه التصرف الصحيح. صحيح، دائماً زي ما لاحظنا مثلا في الروبورتاج انه توعي ابنتها كيفيه مثلا الغاز، معرفه الغاز اذا كان هناك تسرب للغاز، الغاز ام لا. دائما الافضل ان تعمل المراه على اعطاء التصرف الصحيح للطفل ولا وعدم التصرف الخاطئ، لانه يكون هناك فضول لدى الطفل. هناك نساء عاملات في الدفاع المدني، لو تحدثنا هل هناك خلال الأيام القادمة أو الأشهر هل هناك استحداث لعدد آخر من قبل الدفاع المدني لموظفات أو مهندسات في هذا الجانب؟ والله ممكن المهندسات الموجودات طبعا، الكادر الموجود في الدفاع المدني، وهذا طبعا هي هم قابل للزيادة في بعض الأوقات. والله هذا على حسب حسب سياسة الجهاز وحسب الخطة الاستراتيجية الموضوع. لو تحدثنا في ختام الحلقة للأخوات المشاهدات لهذه الحلقة، ما هي رسالتك للأخوات المشاهدات؟ من خلال شاشتكم الموقرة أستطيع أن أقول أن المرأة الفلسطينية عملت في كافة المجالات سواء النضالية أو المهنية وأثبتت جدارتها، وبالتالي فإنها تستطيع أن توفق ما بين عملها سواء في مواقع قيادية أو غيرها وبين تربية أبنائها والعناية بمنزلها، وهذا ما أثبتته الشواهد في الدفاع المدني. من هنا أتمنى أن تتاح الفرصة للمرأة لكي تقوم بدورها في العمل أكثر. إذن نشكر النقيب ميسون قادري على هذه الإضافة وعلى هذه اللفتة في هذه الحلقة، وأيضا أنت أيتها المرأة دائما أنت العنصر الأهم في المجتمع، أنت عنصر الحماية المدنية من خلال تربية الأطفال، لا سيما أن الأطفال هم الجيل القادم وهم جيل المستقبل وهم بناة الوطن، فكوني أنت على تربية جيدة لأطفالك حتى يكون هذا الجيل جيد. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج سلامتكم بتهمنا. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.bcd.bs أو على صفحة التواصل الاجتماعي www.facebook.com/bcd.bs102. إلى اللقاء في حلقات قادمة.